السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، كيف الحال ديالكم؟ تتم لي موضوع كيس الحمام، تتم لي موضوع ماء الحمام الوسخ ديال الغسل، تتم لي ما يقع للناس ما يفعلون لهم السحرة بالعمل بأثرهم. الأثر ديال الإنسان هو أخطر شيء للسحر، لأن مثلا تبغى تصيفط واحد الرسالة خاصك دير العنوان، وداك الشيطان خادم السحر باش عندك خاص دارو شي أثر ديالك. الاسم الأم لا يكفي، راه خاص ضروري الاثار، لان دابا مثلا هذاك محمد الدرقيه، محمد الزهره، محمد الرابحه، راه كاين 7000 واحد محمد في العالم ودرابحه او مليون واحد، محمد الدرقيه 7000 واحد، محمد الزهره 7000 واحد، محمد الجمعه، مصطفى والدرقيه، عمر ولد رحمه، بحال هكا مثلا بحال ندوزو نسلف النساء، فاطمه بنت رقيه، فاطمه بنت الزهره، فاطمه بنت نهيله، كذا. لا ضروري الجن تيبغي واحد الاثار، داك المشعوذ. دابا المشعوذين تركزوا على الاثار، الصوره، الشعر، الاظافر، الوسخ، التراب ديال الرجلين، كذا. هذا موضوع السفلي، استافدوا مزيان وبارطاجيو وعاونوا الكونت يطلع باش يوصل للناس. الكونت باقي هابط شويه، ما تيوصلش للناس بزاف. حنا راه ما باغي حتى شي حاجه من عندكم، ولا اريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الشيء رحمه الوالديه والشيوخ ديالي والجدولي فقط، هذا الشيء طلع حتى شي حاجه. باش نقلب على الشهرة ولا تنقلب على الفلوس؟ انا كل باغي الشهرة وكل باغي الفلوس، كره تنسحر، كره تخدم جدول ب 4 المليون كاع، ما نبقاش نجي نوصل لك انت ولا انت. لهذا استافد وعاوني غير بالبارطاج وعاوني غير بالدعم، صافي. هادشي طلع انا تابع تابع العالم ديال الفكان، لان انا راه ماشي راقي، انا فاقيه ولد الزاوية، صاحب شيخ وصاحب ورد. وغادخلوا الكونت ديالي وغتشوفوا الفيديو وتشوفوا الهضرة واش مختلفة، الطبوغه والعلامات وداك الزواق والرسوم المتحركه وما داك الشيء. هذا العلم ديال الزوايا، هذا هو العلم ديال الاجداد، هذا هو العلم ديال الشرف وديال الشرفاء، راه هو هذا. استافدوا مزيان ونقدوا نفوسكم. وانت يا اختي حاولي استافدي باش تحاولي تحافظي على الزوج ديالك والابناء ديالك والمنزل ديالك. وانت يا الام ديالي اللي كانت في قسم ديال الامه، حاولي الابناء ديالك ولا مرات ولادك ولا بنات بنات ولادك وهكذا. عندك اي انسان عنده مملكه في المنزل خاصو يحافظ عليها، وانت اخي عندك تجاره خاصك تحافظ عليها، وانت اخي عندك عظم الوطن خاصك تحافظ عليها. الاعداء الشيطان يعدكم الفقر والكفر. الشيطان متربص، راه متربص في كل مكان، ان الشيطان يجرى هذا هو مجرى الدم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. هذا هو السطر، رجل كلام سيد الذكر السطر في الحمام مثلا، هو هذا. تنخرج من الحمام امراه او راجل تنتشلل، تنلوح الشورت ديالي. دابا راه هادشي راه غير مجسم، راه كاين واحد النوع تيفهم هو الهضره تيفهم ماشي من البيت، تيفهم من السطح. مثلا هو الشورت ديالي او اللبس ديال العيلات، ما نذكرو حتى داكشي راه من خليه. نهضرو حنا على الرجال، الشورت ديال الراجل هو كملت اخويا او اختي، كملت العومان عمت. هزيت داك الشورت عصرت مزيان، نهضرو حنا بالدارجة باش يفهمونا كاع المغاربه. درت حوايجي خليت داك السطل، هذاك الماء اخطر من داك الماء اللي كنت قلت انا في الفيديو السابقين للداخل. داك الماء راه خطير، نزل داك الماء باش نتفادى هاد الشيء. انا نزل داك الماء غنخلطو مع ماء ديال واحد اخر. دابا الناس يكونوا جيران تيلبسو تيبدلو تيخلو السطل ديالهم تيخرجو، او نزل داك الماء وندير السراطه ديال اي حمام تكون فيه شي سراطه في بلاصه تيلبسو يبدلو ونخويه. هكذا عقلوا مزيان وركزوا مزيان. واش طلع شي سؤال؟ راه الرقم ديالي راه مثلا اي واحد اتصل بيا تنجاوبو، الا ما جاوبتوش نعاود نتصل بيا. انا راه ماشي دوك المارك ودوك النواع اللي تكبروا وخاصو عنده كاتبه، عنده خاصك موعد وخاصك. لا انا غير انسان ما جاوبتوش يكون وقت الصلاه او تيكون شي عمل، حتى دي واحد الحرفه اخرى هي من تناكل القود ديالهم تندير معلم او شي حاجه اخرى. لما جاوبتوش نجاوب، ندير تنتصل كاع بدوك الناس، انا تنتصل بهم اللي اتصلوا بيا. وهادشي اللي عطى الله. ولا تنساو الاشتراك قدام البارطاج، وصلوا الناس، وصلوا طلعوا الكونت، طلعوا الكونت راه عندكم الاجر. راه شي طلع سير الكونت راه بحالك بنيتي مسجد او بحال مشيتي للحج او بحال صدقه جاريه. علاش؟ لان انقذت انسان من براثن الشعوذه ومراثن الدجل ومراثن الشياطين. راه الشياطين راه دايما غير البشر، وبنادم مشى مع الفلوس ومشى مع الطوموبيلات ومشى مع الفيلات ومشى مع الشقق ومشى مع الملاهي. فأنسى الله فأنساهم أنفسهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسوا الاشتراك قدام البارطاج، ولعنة الله على السحرة الظلمه.